طيب حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا. كنا نتكلم عن لائحه فواصل وتكلم فيها وفجاه كالعاده اخطا فهد وقلت طلعونا. فهد اتمنى انك تقدم اعتذار. انا اسف للمشاهدين وللمخرجين كلهم حنا للطاقم للشباب اللي طلعت فاصل انا اسف ولي سلطان محمد عيل بعد عيد. طيب راح يكون في لائحه ان شاء الله فقره النقد اللي يطلعنا فاصل يحرم يوم والله لازم من الراتب والله يقسم الراتب والله تم خلاص هذا ثاني خط الفهد ثالث يغيب حلقتي والله انا كنت اتكلم وصلنا استديو الله والله ما عاد اقول كلام لا خلاص بس نتكلم على احصائيه امس كان في 9 فواصل متسابقين اليوم صار العاشر انا لا اقول وتاتي بمثله عار عليك اذا ما عندك عظيم انا لو اني ساكت عن المحور السيء هذا طيب ابغى اقول لكم شيء بس المفروض المتسابق اللي عيد الخطا في اكثر مباصل نوقف عن البث وحتى المفروض المقدم اللي يعيد الباصل مرتين مع الخبره الاعلاميه الكبيره والمشكله مع طلابه هو اللي يخطي المفروض يطردونه. تدرون شو المشكله؟ المشكله انك على الجوال، الجوال اثر عليك جلس يغذي عقلك الباطن ببعض الامور الله يا منا. طيب محمد جابر عبد المحسن عزيري نادر العجمي تفضلوا لكم الشروق ابو دعير واصل لقم فاصل المشكله ايش اقران دايخ وانتم دايخين والله ابدا سلطان عزيز اي صدمت سلطان ترى اعلمكم السالفه سلطان قال اقطع يقوله سلطان طيب وانقذنا والله انقذ والله مقدمه والله اني قبلها شد من تحت والله شد قلت اقطع قال شقران اقطع والله شكرا لك شقران الله يعطيك العافيه شكرا شقران هاي عينك يا شقران والله يا شقران بالمقدمه لا فعلا طبعا المعد الجميل شقران شكرا لك الله يعطيك العافيه موجودين محمد جابر وعبد المحسن هنا ونادي